ماذا عن المغاربة الذين يعتبرون من الجنسيات الأولى اللي كتجنب في داعش؟ فهذا كلام فيه كلام كثير 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 كثير، لأن الحمد لله نحمد الله ونشكره على بلدنا الآمن، وكذلك على ملكنا محمد السادس. في ذكر المناسبة نسأل الله له الشفاء العاجل، اللهم اشفيه بشفائك وداوي بدوائك. قال يقول الإمام مالك: لو كانت لي دعوة أدخرها لدخلتها للسلطان، وأنا أقولها من هذا المنبر، أدخر دعوتي للملك، اللهم احفظه واشفيه من كل داء. أما عن ذلك الباب لا نفتحه للشباب، فما فليسأل الشباب، فليسأل على الدعوة بالله لك. كان من بعد الشباب يسأل، جاء النساء يسأل عن هذا الأحوال ديال، فقلت له: يا أخي، أنت من الذين يقومون الليل ويتهجدون ويذكرون الله ويبكرون على إخواننا الذين في بلدنا كما قلت منحرفين، هم محتاجين إلينا، كيف ندعوهم إلى الله عز وجل؟ بالله عليك، إذا قتلت يهوديا، أقول في هذا المنبر، أنت إذا قتلت يهوديا ستقف بين يد الله وبينك، يقول: يا ربي اسأله فيما قتلني، فيقول: ربي قتلته لإعلام كلمتك لا إله إلا الله، فيقول: كذبت، أدعوته إلى الإيمان؟ هذا سيد الخلق كان يدعو، ثم يقول: ادعوه إلى الإيمان، فإن لم يستجيب فعليه أن يعطي الجزية فقط. لا تقاتل، بل نحن ندعو كل إنسان من هذا المنبر، أدعو كل يهودي وكل مسيحي وكل نصراني إلى الرجوع إلى الله عز وجل. كيف ينجينا الله من عذابه، من النار؟ والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمر جنازة يهودي فيبكي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله، يهودي، فيقول: نفس فلتت من يدي، كيف هذه النفس تفلت مني وتمشي إلى النار؟ فهو رحمة للعالمين، الله يجعلنا رحمة لإخواننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين أجمعين، الحمد لله رب العالمين.